بوعى مأخر ليلى أني بسهر كتير قبل الساعة 10:30 ما بوعى أكيد بقوم بغسل وبحب أشرب ماء على الريق بحب أرجع أتروق وهلأ بأخذ شوية أدوية بأخذهم بعد ما أتروق وبروح بمشي بعدين برجع على البيت بعمل دوش بتغدى برجع بنام شوية بعد الظهر بعد ما أوعى بحب أقرأ إذا في عندي كتابة بحاول حضر حالي تأكتب بالليل بحس أني قادر أعمل كونسنتراسيون يعني قادر ركز على الشيء اللي بدي أعمله وهيك تقريبا بقضي أكتر أيامي هلأ أوقات بسهر مع الأصحاب بنلعب طاولة ومغرم بالطبيعة بحب أظهر كتير لبرات البيت للطبيعة أنا مثلا ما بصدق إن كان بشتي أو بالصيف إنه يكون عندي وقت كافي حتى أطلع على الضيعة بالمدرسة كانوا كل سنة يعملوا مسرحية وكانت أنا وقت اشترك بالمسرحيات وكان أستاذي يقول لي أنت يا صبي بدك تطلع ممثل بعدين وأستاذ الأدب العربي كان يقول لي أنت بدك تطلع شاعر الحمد لله على كبر طلعت اثنين سنة 52 اشتركت بفرقة تمثيلية وهيك فجأة طلع بالنا أنه نعمل سينما بلبنان فأسسنا شركة إنتاج وعملنا أول فيلم اسمه عذاب الضمير وبعدين عملنا فيلم تاني اسمه ألبان الجسد وفيلم تالت اسمه ذكريات وكررت المسبحة اللي 57 سنة بشتغل بهالمهنة وبشتغل شغلتين تعطيت الكتابة والإخراج والتمثيل وإدارة الإنتاج وعملت مونتاج يعني سبعت الكرات بهالمهنة مثل ما بيقولوا يعني بالسينما في كتير أعمال منهم مملكة الفقراء منهم ذكريات في عدة أفلام أنا اشتركت ب 35 فيلم عربي وثلاث أفلام أجنبية إجوا تصوروا بلبنان واشتركت فيهم وفي مسرح كمان عدة أعمال مسرحية كان دوري كويس واشتهرت فيهم وأعمال إذاعية حتى في عمل إذاعي أخذ كتير شهرة هذا بالتسعينات بالـ89 كان اسمه مرحبا يوه قدمته بوقتها من الإذاعة اللبنانية كان برنامج سياسي وكانوا كل يوم الساعة 9 العالم يرقدوا يسمعوا شو بدي أقول بهالبرنامج الساعة 9 آخر عملين كتبتهم هني سنابل الحب وحكاية أمل يلي أخرجهم الله يرحمه أنطوان ريمي قبل ما توفى هلا ما بعتبر أني حققت كل أحلامي ووصلت للأشياء اللي كنت أحلم فيها أنا وشاب لأنه مر علينا 20 سنة حرب بهيدا الوقت التهيت هون بالمسرح والإذاعة والتلفزيون ومرعنا الوقت بالملجأ وبالشغل إن شاء الله ما بتنهاد هالأيام أنا ما تعطيت بهالمهنة أو بهالمصلحة أو عملت ممثل أو كاتب أو مخرج أو مؤلف حتى بس انشهر بحب أنه كان بالبداية يكون عنا صناعة بلبنان الحمد لله نحن لما بلشنا لكان في مسرح ولكان في إذاعة ولكان في تلفزيون وحتى سينما ما كان فيه يعني كان اللي بده يشتغل سينما يروح على مصر بعد احنا جينا شباب لبنانية هيك تحمسنا وقلنا بدنا نعمل سينما بلبنان وفعلا توصلنا ليوم انه كنا ننتج 35 فيلم فرد سنة نحن انتجناهم سنة 67 قبل الحرب 5 حزيران لكن الحرب شوي اجت اخرت العمل السينمائي اخرت كل شيء على كل حال
المصاري وجودها كتير كويس حتى ما تعتازي حدا من العالم، إذا أنت بحاجة لها حتى تمرق أمورك بالحياة. في فن بلبنان وفن عظيم، بس فن مش عم بينعطاله الإمكانية اللازمة. فكان أي شيء بيحصل معنا كان يحصل ويمرق، يعني ما نقدر نصلحه، شو بدك تصلحي على الهواء. فبأحدى المرات كنت عم بشتغل دور بمصبغة، وبالمصبغة كانوا عاملين مثل واجهة، الواجهة ديكور. ففي زميلتنا الله يرحمها مالفينا أمين كان عندها لزة إنه بعد ما تخلص دورة تقعد ترتاح تفتح جزدان، وهذا الجزدان نبقى نسبيه سوبر ماركت مالفينا أمين، قد ما يبقى في أشياء وأشياء وأشياء. خلص التصوير وانتقلت الكاميرا إلى مشهد آخر على الهواء، إجت قعدت هي بالواجهة، والواجهة يعني ديكور يعني شيء لاقي، قعدت وقلبت لورا ورفعت إجريها طلوع والاستديو قام فوقاني تحتاني، وبتعرف لأنه ممنوع الضحك صرنا نضحك زيادة. اليوم يا ستنا عم بقضي أكتر وقتي بالقراءة والكتابة، عم بشتغل قليل تمثيل قليل إخراج، هيك بعض أدوار أوقات بيطلبوا مني زملائي مثلا إنه هالدور هذا جوزيف بدك تلعب لنا إياه، ومش ملاقيين حدا غيرك لهالدور، عم بمثل أوقات بس ما عاد يعني عم بملي أكتر شيء وقتي بالكتابة والقراءة. في كبار الفنانين اللي أكبر مني بكتير ما حدا وصل منه لحقه، أنا شو أنا؟ أنا ماشي، أنا جندي صغير بهالمعترك. بس على كل حال الحمد لله هلا في أشخاص قدرونا، في نقابات قدرتنا، في جهات، في مثلا مجالس بلدية قدرتنا، في جمعيات قدرتنا، والحمد لله الناس بيقدرونا، في كتير من الناس بيقدرونا وبيحترمونا. أنا هيدا أكبر تقدير وأكبر وسام بحطه على صدري هو تقدير الناس بالمبدأ. أنا بغنجة بعيط لها أمولة، هي اسمها أمال، قلنا مجوزين يا ستي 38 سنة. أنا بالمبدأ كنت وحيد لأهلي، كان عندي والدي كان كل همه بالحياة إنه تجوزني. اجتمعت بمرتي بعد كان عمرها هي بالأول في شي سنتين، كانوا جيران بيت عمي بالأشرفية، وأنا من طبيعتي بحب الأولاد وأنا دايما لعبها، أنا أكبر منها بشي 10 سنين، ما تفكروني كتير كبير يعني. راحت الأيام هني نقلوا، راحت العملية شي 20 سنة. بالصدفة مرة التقيت بمرت عمي ظهرها من البيت، قلت لها وين رايحة؟ قال امبارح بالسوق التقيت بفلانة تتذكرها اللي كانت جارتنا اللي عندها بنتين صغار هيك. قلت لها تذكرتها، قالت لي عزبتني على التبولة يلا مشي روح معي. قمت رحت معها، ربيت عائلة صالحة، بنتين وصبيان. وهيدي القصة كمان طلبتها من الله سبحانه وتعالى وقت الجواز، قلت له ليك أنا وحيد، ما بدي لا بنت وحيدة ولا صبي وحيد، أمور معروف أعطيني صبيان وبنتين. طيبة قلبي ما بتحبها، وما بتحب أني أنا كتير أوقات أني بسامح، يعني في ناس بيخانقوا كرمال حقهم، أنا بترك حقي يعني إذا ما حصلت عليه بتركه. الحياة أنا بقول ما بتحرز أنه الواحد يعمل فيها مشاكل، واليوم بدك تسامحي أوقات في ظرف، في إنسان يمكن تشتغلي معه وما بيقدر يدفع لك حقك، شو بتعملي بتخنيه؟ لذلك هي بتتهمني دايما أني أنا حقي ما بسأل عنه، وأنا قلبي طيب، وأنا أوقات بتهمني حتى أنه بيضحك علي العالم. بالمبدأ فعلا هي بنت حلال وطيبة ومرت بيت مثل ما بيقولوا، وربت لي ولادي بكل محبة وبكل إنسانية. التهيت ببيتها يعني ما عندها وقت تقرأ، ما عندها وقت توسع ثقافتها، يعني إمكانياتها العلمية ما قدرت زادتها، وقفت بحدود ما كانت هي فيه. التهيت بالولاد وبالطبخ وبالنفخ وبالأشياء والحمد لله لما التهت بغير شيء. أنا حالياً ساكن ببصليم، ضيعة حلوة كتير وقريبة للمدينة وبعيدة عن المدينة. تعبت،
من المدينة اللي هي أنا بعتبرها طحنت عمرنا وأكلتنا حتى. فمن شي 9 سنين أنا كنت ساكن بيروت، حبيت أني أعلي شوي، بعدني بشوف هوني شجرة، بعدني بشوف وادي، بعدني بشوف صخرة، وأنا بحن لهالإشياء هذه لأنه أصلا أنا بنضيع ومبسوط بالجيرة الحمد لله ماشي الحال. بحب اشتغل بالعمل، بصير حب العمل، إذا اشتغلت بلاش أو بمصاري نفس الشيء. دائما أنا يمكن يعني أوقات واحد بيغلط بيشتغل مثلا مع منتج بيختلف معه أثناء الشغل. أنا من جهتي ما بقعد بسأل لا على المنتج ولا على غير منتج، العمل بصير أهم شيء بالنسبة لي. كنت أنا أوقات المنتج ما يقدر يكمل، كمل أنا، وأعتبر أنه هيدا العمل لازم يخلص ولازم ينتهي ولازم يشوفوه الناس. يا ريت بعد عندي العمر أو الإمكانية بالعمر والسنين أني أقدر حقق طموحي الأولاني اللي كنت أحلم فيه أنا وشاب، أني أعمل فيلم لبناني بمواصفات عالمية ويتدبلج إلى جميع اللغات ويعرض في جميع العالم. بالنسبة لي الحياة ما بتنحسب بالسنين، هي الإحساس بالحياة. لذلك في كتير ناس ما بيصدقوا إذا بقول لهم أنا عمري 74 سنة بيقولوا لي مش معقول يا عمي، والله هيدا عمري 74 سنة. يمكن هذه من الأسباب يلي أنا ما بتخليني أفكر أني أنا صرت كبير وصرت وعم بعجز وبطريق الشيخوخة أو الموت. مثلا أنا ما بخاف من الموت لأنه الموت هيدا حق، أنا بعتبرها أرى. مثلا أنت بيعجبك فيه كذا، ما يمكن ما يعجبك فيه كذا، يعني هذا رأيك وبحترم أراء الآخرين يعني مهما كانوا. يعني أنا ديمقراطي مع العالم. هذا الكتاب اسمه سرسرة، شعر لبناني. من بعد ما رحت صوب السينما والمسرح والتلفزيون وكذا، بعض الأصحاب طلبوا مني أنه لو أعمل لك شي كتابك في عندك شغلات حلوة. فإمتى عملت هيدا؟ سنة 1985 هيدا مطبوع، مش جديد. هلا بعمل كتاب تاني كمان اسمه سرسرة 2، وعندي كتاب كمان تحت الطباعة على 2 عم ينطبع اسمه مرحبا يوه، تقدم الإذاعة اللبنانية سنة 89، قصص قصيرة اجتماعية. طبعا اسمي جوزيف جبرايل. بالتذكرة يوسف، تصوري سموني يوسف، وبحياتي كلهم ما حدا عيط لي يوسف، يعني ابتداء من امي لبي لكل العالم سموني جوزيف. من مواليد 1935 6 شباط، من اهمج ضيعه ببلاد جبيل، ومعظم اوقاتي هلا بهالايام عم بقضي بالضيعه. الكاميرا بحس انه بيني وبينها في محبه، في عشره عمر، في حياه عشناها سوا من أيام السينما ومن ثم بعهد التلفزيون. يعني عشت معها باستديو كممثل، وعشت وراها كمخرج، وعشت معها بكتير. يعني الكاميرا بحسها كأنه قطعة بتخصني. وهلا ما لها شيء، ما تزعل يا كاميرا، خاطرك.